رغم صعوبة الموقف مش عارف والله يا نوجة. اختار هاني عبد العزيز وميرفت أمام الحم اللي ما ساعدتوش لسميرة ولا نجوى. والله ما قلتوش شي، أنا بحيري من أمبر. اختار الحسين وعبده للعرض النهائي هذا الأسبوع. وصل الدور لكل من سميرة ونجوى لاختيار موهبتين فقط من فرقهم. نعم أيوة، ولقد دقت ساعة المعاناة. صار وقت تعلنا عن الصوت الثاني يلي رح يكمل للمرحلة الأخيرة. إذا كانوا الأربعة منيح شو منعمل؟ منفوت راسنا بالحياة يعني؟ The Voice Senior الأربعة الثامنة والنصف مساءً على MBC مصر.